عودة إلى الصندوق، تقول شعبية كاذبة للرئيس حاليا، لكن اليوم نلقاو رئيس الدولة يتصدر عمليات سبر الآراء، نلقاو تقريبا في كل خرجة للشارع يلقى دعم جماهيري كبير، آخرها اللي شفناه في أريانا ولا حتى قبلها في شارع الحبيب بورقيبة. كيفاش تفسر النهار؟ شوف، احنا ما قلناش اللي سيد قيس سعيد ما عادش عنده أنصار ولا ما عادش ظاهر في السونداج، ولكن الديناميكية هي ديناميكية تنازلية. معناها السيد قيس سعيد الآن عنده في السلطة منذ أكتوبر 2019، منذ أكتوبر 2019 والسيد قيس سعيد قاعد يأثر في السلطة. حتى طريقة التفاوض مع الأحزاب لتعيين رئيس الحكومة فرض فيها طريقته الخاصة، رفض إمضاء قوانين، عمل 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 من 2019 وهو في السلطة، وعنده توا قرابة 20 أو 21 شهر في سلطة مطلقة. الناس جربته، ثم ناس تخلت عنه. انظر مثلا الأحزاب اللي كانت مساندة قيس سعيد أغلبها انسحبت وغيرت موقفها، كما الطيار، واللي مازال معاه أخذ مسافة وقرر أن قدمنا له مقترحات كذا وكذا، الذهاب إلى انتخابات رئاسية و الناس قاعدة تأخذ، كذلك الرأي العام قاعد يأخذ في مسافة، وبالتالي شعبية قيس سعيد قاعدة تتنازل. اليوم مثلا هو مع العلم أنه بين قوسين عمره ما استنى مساندة من الأحزاب رئيس الدولة. شوف، هو يستفيد منهم ولا يقابلهم بشيء، فهمت؟ يعني يستفيد من الجميع، يستعملهم ثم يمر، ما عندوش فكرة الشراكة والالتقاء في مسافة متاع منا وسط. اليوم مثلا فكرة كبيرة اللي السيد قيس سعيد عمل منها رأس مال كبير، الصلح الجزائي، وباش تجيب 13000 مليار. اليوم هذه الفكرة خذت 6 شهور اللي هما حددهم لها، أقال رئيس اللجنة بما يعني أنه ثم فشل أو خطأ في الفكرة. اليوم وفاو 6 شهور، لم نحاسبه لم نكلمه، لكن عند الرأي العام باش تعطي المفعول متاح هذا الرجل يطرح أفكار غير قابلة للتحقيق، الشركات الأهلية إلى غير ذلك، وبالتالي هي ديناميكية تنازلية، وهذاك مسار كل الشعبويات، مسار كل الشعبويات. يجي السيد قيس سعيد يقول ما نمشيش ناخذ قرض من صندوق النقد الدولي لأني ما نقبلش بالشروط، وقت اللي هو الشروط هذه وافق عليها في قانون الميزانية، صح عليها شروط الميزانية محشوة بشروط بين ظفرين صندوق النقد الدولي، تجميد لانتدابات، تجميد لاتفاقات النقبية، رفع الدعم في نسبة من المواد، يعني وزيرة الطاقة اللي تكلمت انطلاقا من الميزانية الوضع، يعني أنت تمضي على شروط وما تأخذش القرض، شو الحل؟ البارح يأخذوا 400 مليار بالعملة الصعبة من عند البنوك اللي عمرها ما عملتها الدولة التونسية. السيد قيس سعيد أصدر مرسوما سابقا أنه يحق للحكومة أن تقترض من البنوك بالعملة الصعبة. إيه أنت اليوم كي ما تجيبش موارد من العملة الصعبة خارجية، هبات أو قروض أو بصعود التصدير أو إلى غير ذلك، وتاخذ الأموال اللي هي أموال المجموعة الوطنية ذيك، نستورد بها تجهيزات، نستورد بها مواد أولية إلى غير ذلك، إيه وين المصير؟ يعني المهم تبقى شعارات مرفوعة، ما تسقطش شعاراتها.